وش صرا مشاهدي الكرام؟ صرا انه اولا الارض مبلله، هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه السيد راهو في منعرج. حاجه ثالثه والاخطر كان بسرعه، قلنا ارض مبلله منعرج وكان بسرعه، وش صرا له؟ اكيد السياره راح تفقد التوازن تاعها ويصرى الحادث المرور هذايا، لانه السائق صاحب سائق يعني السياره السوداء فقد السيطره، وهذا يعني هذه نتيجه منطقيه، لانه ما سيد ما نقص السرعه يعني لانه راهي ارض مبلله، وكذلك يعني راهو في منعرج نورمالمون يحكم اليمين وممنوع التجاوز في المنعرج. هنا معليش عنده الاتساع، ولكن يعني الاحوال الجويه لا تسمح بالتجاوز ولا تسمح باستعمال يعني السرعه المفرطه. السياره السوداء ما نقصتش، اكيد رايحه تخرج عن مسارها ويصرى حادث المرور.